عاود مرض سرطان الذي أصيب به الإمام الخميني منذ وجوده في منفاه في النجف، عاود نشاطا مجددا بعد 10 سنوات من التوقف. وبحسب فريق الإمام الخميني الطبي، فإن الخلايا السرطانية توقفت عن النشاط منذ عام 1979 لأسباب يجهلونها، وعاودت النشاط في عام 1989 لأسباب يجهلونها أيضا. وعلى الأثر أدخل الإمام الخميني إلى المستشفى في 24 من أيار، حيث أمضى 11 يوما فقط. كان عارفا بطبيعة مرضه إلى حد ما، لكن اتكاله الكبير على الله جعله لا يشعر بالخوف. ورغم أن قلبه كان يصاب بشيء من الإجهاد أحيانا، وكنا أنا وبقية أعضاء الفريق الطبي نقوم بإجراء اللازم من الخدمة الطبية له. وكان أكثر ما يلفت انتباهنا هو أننا في الوقت الذي كنا نشعر به ببعض القلق على الإمام، كنا نراه يتابع حركتنا ويبدي اهتمامه بنا نحن. طوال مدة ممارستي للطب لمدة 42 عاما لم أرى مريضا كالإمام يلتزم بالنظام وبتنفيذ الإرشادات الطبية ويوجد علاقة حميمة بين المريض والطبيب. لم يكن يعرف للخوف معنى، ولعله كان الشخص الوحيد الذي رأيته طوال عمري وممارسة لمهنة الطب والذي لم يكن يعرف الخوف ولم يكن يخشى من الموت ولا المرض ولا أي قدرة سوى قدرة الله. وعليه فإن الموت والحياة وما إلى ذلك بالنسبة إليه ما هي إلا بقدرة الله وتتحقق متى يشاء، لذلك لم يكن يخاف شيئا ولم يكن الموت ما يبعث على الخوف بالنسبة إليه.